متخيلين انتوا كلمة زي انت غبي كانت سبب رئيس في نجاح فنان عظيم زي فريد شوقي، وخلته اسم على مسمى ما تكررش تاني في تاريخ السينما المصرية؟ طب ايه الحكاية بالظبط؟ الحكاية وما فيها ان فريد شوقي كان حظه حلو شويتين، لان والده كان ليه صديق مشهور جدا وهو الفنان العظيم يوسف وهبي، وفريد من حبه الشديد ليوسف وهبي كان بيفضل يقلده في صوته وحركاته، لدرجة انه كان لما بيمثل في اوضته وبصوت عالي كان اهله يفتكروا ان الفنان يوسف وهبي هو اللي بيتكلم في الراديو. وفي يوم من الايام كان الفنان يوسف وهبي عندهم في البيت بيزور والده، وطبعا والده عشان عارف قد ايه ابنه متعلق بيه ناداله وقال له يا فريد مثل قدام عمك يوسف مشهد. فريد فرح جدا بالفرصة دي، وأول ما بدأ تمثيل اتحول وبقى نسخة من يوسف وهبي في كلامه وطريقته وصوته. طبعا فريد كان مستني من عمه يوسف يسقف له، لكن حصل العكس ولقاه بيشخط فيه وبيقول له ايه ده انت غبي. اتفاجئ فريد ووالده من موقف يوسف وهبي وكانوا في حالة صدمة من اللي حصل. كمل يوسف وهبي كلامه وقال له يا فريد ليه تقلدني وانا عايش؟ وليه تبقى صورة مني؟ وليه ما تبينش انت شخصية اسمها فريد شوقي تعلم في قلوب الناس؟ اقتنع فريد شوقي بكلامه وفعلا حس ان كلامه صح، وده كان اول درس يتعلمه من قدوته الفنان يوسف وهبي، وفضل محتفظ بالنصيحة لباقي عمره لغاية ما بقى فريد شوقي وحش الشاشة المصرية.